يستهديه يهديني، غيم من الفكر يستسقيه يسقيني، أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني، هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الدين، هنا تجلت بأهل الذكر معرفة كطلعة الشمس في كل الميادين، كطلعة الشمس في كل الميادين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني كثيرا أن أكون بين المدعوين وبين هذه الزمرة من العلماء والأساتذة والطلاب والكتاب والعلماء، يعني أتشرف بأن أكون بينهم. وبداية أيضا يعني أشكر اللجنة المنظمة على هذه الدعوة الكريمة التي يعني أرسلتها إلي، وأيضا أشكرهم على هذا الجهد المبذول في نشر التوعية ويعني خدمة هذا التراث الإسلامي الذي يحتاج إلى جهود مضنية من أجل أن يرى النور. وفي الصباح كان واحد سألني، قال لي: لماذا نحن دائما نتبع للشرق؟ يعني الشرق يهيمن على الجميع، يهيمن علماؤه في العلم، في يعني ابن تيمية مثلا، ابن حجر، يعني كلهم يهيمنون على العلوم، لماذا يعني رغم يعني عندنا علماء وعندنا. قلت له: نعم، الشرق له فضل كبير على العلوم، ولكن نحن مقصرون كثيرا في خدمة تراثنا للأسف الشديد. حتى المغاربة يعني عندما مثلا يقدم الطالب يقدم بحث يقول لك: ابن حجر وجهوده في كذا، ابن تيمية وجهوده، ابن القيم. يعني طيب، اخدم تراثك شوية، يخدم التراث المغاربي الذي يحتاج إلى إخراج ويحتاج إلى أن يرى النور. أعتذر في الصباح يعني لأنني لم أكن أحمل يعني أوراقي، وأنتم تعرفون بأننا يعني لسنا مثل العلماء الذين يحملون علومهم في صدورهم. نحن يعني كما قال هذاك الشنقيطي لما سئل عن العالم الجامعة وعالم المحضرة، قالوا: عالم المحضرة هو عالم في كل مكان، في الطائرة، أما عالم الجامعة فعلمه عندما يكون أوراقه بين يديه يكون عالما. فلذلك يعني أعتذر على الصباح لأنني لم أقدم. طيب، نحن اليوم في الحقيقة أمام قامة علمية عظيمة وقمة سامقة من قمم العلم في هذا البلد وفي المغرب الإسلامي عموما وفي العالم الإسلامي وفي المغرب الإسلامي وفي العالم الإسلامي كله. هذه القامة التي يعني في الحقيقة يعني غير معروفة حقيقة يعني بشكل كبير وبشكل تستحقه هذه القامة، وهو محمد ابن يوسف السنوسي، هذا الإمام العظيم الذي العلامة هو أبو عبد الله محمد ابن يوسف ابن عمر شعيب السنوسي الحسني التلمساني، ينسب إلى قبيلة سنوس بالمغرب وبذلك لقب واشتهر، وهو من سلالة الحسن بن علي وابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم جميعا من جهة أمه لأبيه، من جهة أم أبيه، ولذلك يقال له الحسني. وأما تلمساني فنسبة إلى تلمسان المدينة الجزائرية التي تقع في غرب الجزائر، وينسب إليها لأنه عالمها وصالحها وزاهدها وكبير علمائها، الشيخ العلامة المتفنن في علوم كثيرة، الزاهد العابد المحقق، صاحب التصانيف الكثيرة في عدة علوم، كما قال صاحب نيل الابتهاج:
بتطريز الديباج أحمد بابا تومبوكتي. طبعا هو نشأته وتحصيله العلمي يعني نشأ في هذه المدينة وحصل علوم، نشأ العلامة السنوسي على الدين والعلم والسؤدد في أسرة علمية، فأبوه كان عالما وعنه أخذ أيضا، وكذلك أخوه لأمه علي الثالوثي كان عالما أيضا وأخذ عنه رسالة ابن أبي زيد أي القيرواني أيضا. طبعا شيوخ الإمام السنوسي كان يعني كثيرون جدا، نذكر منهم على سبيل الحصر على سبيل المثال لا الحصر، منهم والده كما قلنا وأخوه لأمه علي التالوتي أخذ عنه الرسالة، والشيخ العلامة نصر الزواوي والعلامة محمد توزت والشريف والسيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني أخذ عنه القراءات، وأخذ عن العالم المعدل أبي عبد الله الحباب علم الإصطلاب، وعن الإمام محمد بن العباس الأصول والمنطق، وأخذ عن الفقيه الجلاب الفقه، وأخذ عن الولي الصالح الحسن أبركان الراشدي حضر عنده كثيرا وانتفع به، وكذلك أخذ عن الإمام الكنابشي إرشاد أبي المعالي، كما أخذ عن العلامة أبي الحسن القصادي هذا الأندلسي صاحب الرحلة المعروف الفرائض والحساب، وأخذ عن أبي زيد الثعالبي الصحيحين وغيرهما. ومن خلال وأما تلاميذه فكان له تلاميذ كثر أيضا ومنهم علماء كثيرون. طبعا تأليفه من خلال التأليف التي خلفها لنا نجد بأن يعني الإمام السنوسي رغم أنه نبغ وبرز في العقائد وفي العقليات ولكنه كان مشاركا في العلوم الأخرى الإسلامية مثل في السيرة في الحديث في الفقه في الفرائض في كل هذه العلوم، وألف فيها مؤلفات كثيرة رحمه الله تعالى، ولكنه اشتهر أكثر بالعقائد العقيدة الكبرى مع شرحها عمدة أهل التوفيق والسداد، والعقيدة الوسطى والعقيدة الصغرى وهي أم البراهين وغيرها، وأيضا يعني شرح النظم الحوفي في العقائد ورسالة الدهرية في العقيدة أيضا، وشرح مرشدة المرشدة ليس لابن تومرت ولكن لرجل آخر، والمنهج الشديد السديد في شرح كفاية المريد وغير ذلك من الكتب التي خلفها لنا. وله من الكتب كما نعلم 73 مؤلفا، أنا كنت أظن بأنه 45، حتى صح لي أحد الإخوة الأساتذة هنا قال لي بأن مؤلفاته تصل إلى 73 مؤلفا. وكم عاش الرجل؟ عاش 63 سنة تقريبا، 60 سنة فقط، يعني عمره يعني عمره لا يتناسب مع حجم المؤلفات التي ألفها رحمه الله. إذن نحن اليوم نقف أمام عالم من أعلام الجزائر وشخصية علمية ودينية مهمة من شخصيات المغرب الإسلامي التي ساهمت بقدر كبير وبجهد فعال في إثراء الحركة العلمية والدينية في هذا الجزء من العالم الإسلامي بغزارة إنتاجها العلمي في شتى أنواع المعرفة حتى زاحمت الكبار وتبوأت مكانة متقدمة بين الأقران. إنها شخصية الإمام العلامة النحرير الموسوعي الفقيه الفرضي الحيسوبي محمد بن يوسف بن عمر الشعيب السنوسي الحسني التلمساني بالعلماء القرن 19، لأنه توفي سنة 895 و800 عن 63 سنة كما ذكر تلميذه الملالي الذي ألف تأليفا كبيرا في ترجمته في 17 كراسة، اختصره بعد ذلك أحمد بابا التنبوكتي إلى 3 كراسات فقط. صاحب التصانيف الكثيرة والممتعة والتي تربو على كما قلنا في شتى أنواع العلوم الإسلامية، وإذا كان الرجل كما قلت قد برع ونبغ أكثر في العقائد والعقليات كالمنطق والحساب، فإنه كان مشاركا في عدة علوم إسلامية أخرى كالحديث والتصوف والفرائض والقراءات والسيرة النبوية، وله فيها تآليف، ويكفي إلقاء نظرة عابرة على مؤلفاته الكثيرة ليتحقق القارئ من ثرائه الفكري وغنائه المعرفي.
وكان إلى جانب ذلك كله يتمتع بأخلاق عالية، فكان زاهداً عابداً خاشعاً فاضلاً ورعاً متواضعاً ليناً هيناً يألفه الناس ويألفهم كثير الحياء، حتى أنه أثر عنه أنه قال: إذا كان أحد يدخل النار بالحياء فأنا أدخلها. وكان صبوراً على أذى الناس، ربما سمع ما يكره فيتغاضى عنه، مسامحاً لمن ظلمه. كان أيضاً مجانباً للسلطان، لا يقبل هداياه ولا يجتمع به، حتى أنه ذكرت أحمد باب التنبوكتي أنه لما يعني أراد أن يختم القرآن، وكان هذا اليوم يعني يوماً مشهوداً في ذلك الوقت، وأراد السلطان أن يحضر، فقدم يعني الختمة حتى لا يجتمع بالسلطان، يعني هذا من باب ورعه وزهده على كل حال. كان مجانب للسلطان قدر الإمكان، وكان يرفض عطاياه ويرفض مجالسته إلى آخره. نعم، البيئة الحالة السياسية التي نشأ فيها مترجمنا، نقول بأنه يعني مترجمنا عاش الإمام السنوسي مترجمنا في العصر الزياني، ولكنه في عصر الضحف الزياني، يعني في آخر في المرحلة الأخيرة من العهد الزياني، وتراجع قوتهم وسلطانهم بسبب الصراع على السلطة الذي نشب بين الإخوة، ودخلت التلمسان بذلك دوامة الصراع المسلح والدسائس السياسية المتنوعة، وأدى ذلك إلى خضوع بني زيان حكام المغرب الأوسط للنفوذ المريني، حيث كان أمراء بني زيان يعينون من طرف السلطان المريني في فاس. ولما تولى الحكم أبو زيان بن أبي حمو الثاني سنة 796، بعد أن أطلق سراحه أبو فارس الحاكم المريني بفاس، استطاع أن يتغلب في الأول على معارضيه ويعيد الهدوء والاستقرار إلى تلمسان، ويتفرغ لبناء دولته وترميم ما أفسدته الحروب، وأظهر لتلمسان جمالها ورونقها وازدهارها، وجعل من بلاطه مكاناً مفضلاً للعلماء ورجال الأدب وحتى رجال الحرب، حتى أصبحت تلمسان في عهده ذات بعد حضاري رائع، ورجعت إلى سالف عهدها في العلوم وفي الاستقرار. ولكن المرينيين لم يهلهم كثيراً، فقد انقلبوا عليه وأجبروه على ترك العرش ليتولاه أخوه من بعده أبو محمد عبد الله بن أبي حمو الثاني، وكان ذلك سنة 1800، وأصبحت تلمسان تابعة للحكام المرينيين في فاس، ولم يلبث أبو محمد إلا قليلاً هو أيضاً، ثم انقلبوا عليه هو الآخر، وألقوا عليه القبض وسجنوه في فاس، وولوا مكانه أخاه الآخر أبا عبد الله محمد المعروف بابن خولة، وذلك سنة 804، الذي كان يخضع للسلطان المريني وحكم مدة 9 سنوات استقرت فيها الأوضاع ونوعا ما، وساد نوع من الاستقرار السياسي والاجتماعي، شجع الحركة الفكرية والعلمية على الإنعاش، واستمر الأمر على ذلك إلى أن وافته المنية سنة 813، وهكذا بقي أمر الحكم في بني زيان لعبة بيد بني مرين، يولون من يشاؤون ويعزلون من يشاؤون. ثم لم يلبث أن خمد خطر المرينيين في عهد السلطان أبي مالك عبد الواحد الذي حكم تلمسان نحو 14 سنة، وبفضل حنكته استطاع أن يقضي على خطر المرينيين من الغرب، ولكن ظهر خطر آخر من الجهة الشرقية، وهو خطر الحفصيين الذين ساءت الأمور بينهم وبين حكام الجزائر، وتأزمت واستمر هذا التأزم مدة طويلة وصلت إلى نحو 60 سنة. وقد بدأ تحرش الحفصيين بحكام المغرب الأوسط الزيانيين في عهد أبي فارس عبد العزيز الذي غزا تلمسان سنة 827، بحجة أن سياسة السلطان السياسي الزياني عدوانية، وحاصر تلمسان فهرب منها السلطان الزياني تاركا إياها للجيش الحفصي، فمكث فيها السلطان الحفصي مدة ثم غادرها، وعين عليها محمد ابن تشفين الثاني، ثم توجه نحو العاصمة المرينية لأخذ الطاعة من حكامها، وبعدها لحقته مبايعة صاحب غرناطة، وبذلك أصبح النفوذ الحفصي على المغرب الإسلامي كله شاملا.
فلما سقطت الأندلس بيد الأسبان سنة 898 وقضي على الحكم الإسلامي فيها والذي استمر 8 قرون كاملة وفر المسلمون منها إلى بلاد المغرب، أصبحت شواطئ المغرب عامة والمغرب الأوسط على وجه الخصوص عرضة لتهديدات الجيوش الإسبانية وهجوماتهم المتكررة، ونقلوا الحرب من أسبانيا إلى أرض المغرب الإسلامي انتقاماً من المغاربة الذين استقبلوا إخوانهم المسلمين الفارين من جحيم الأسبان النصارى، مستغلين في ذلك تطاحن الحكام المغاربة فيما بينهم على السلطة. ولم يلبث أن سقط الحكم الزياني والمغرب الأوسط بيد الأسبان وخضع لتوقيع معاهدة الاستسلام معهم سنة 918 يدفعون بموجبها الجزية للأسبان، وكانت جزية مجحفة في حقهم. وفي هذا الوسط السياسي إذن المشؤوم على المسلمين ولد مترجمنا الإمام محمد بن يوسف السنوسي الذي وعاش وترعرع. الحالة الثقافية والعلمية، لئن تميز العصر الزياني في مرحلته الأخيرة وهو العصر الذي عاش فيه مترجمنا بالاضطراب السياسي والحروب بين الأشقاء المتنافسين على الكرسي وبنفوذ المرينيين والحفصيين في شؤون الحكم في المغرب الأوسط وتلمسان وسقوط الأندلس بيد الأسبان النصارى، فإن الحالة الثقافية والعلمية كانت على العكس من ذلك تماماً، فقد شهدت تطوراً كبيراً، وشهدت علوم الإسلامية ازدهاراً ملحوظاً، وشهدت الآداب نهضة لم يسبق لها مثيل أو لم يسبق أن عرفتها من قبل من تلمسان، والدليل على ذلك كثرة العلماء الذين برزوا في ذلك العصر وغزارة مؤلفاتهم. وللمعلومة فإن تلمسان كانت قد ورثت يعني دور بغداد ودور العواصم الحواضر الإسلامية العلمية في ذلك الزمن، لأن يعني بغداد كانت قد تعرضت للغزو التتري المشؤوم، وأيضا الأسبان الأندلس، وهؤلاء كلهم يعني أسبانيا تلمسان كان لها بعد ذلك هي التي تقوم بدور يعني بدور يعني هاتين العاصمتين أو هذه الحواضر العلمية التي يعني تأثرت بهذا الغزو. لقد عني بنو زيان الذين كانوا يتميزون بنوع من هم كانوا علماء فعلا، يعني بنو زيان كانوا علماء ولذلك اهتموا بالعلم والعلماء كثيرا، بالعلم والثقافة، وشجعوا أهل العلم والآداب والفقه على الإنتاج العلمي والأدبي، وكان العلماء والأدباء يحظون عندهم باهتمام ورعاية كبيرين، وكانوا يستقبلون يعني بنو زيان كانوا يستقبلون أهل العلم الذين يفيدون إليهم من مختلف الحواضر العلمية المغربية والأقطار الإسلامية الأخرى. والسبب في هذا الاهتمام كما ذكرت هو أن أمراء بني زيان وسلاطينهم كان منهم علماء أجلة، منهم السلطان أبي تشفين، منهم السلطان أبو تشفين الأول والأمير الفقيه أبو محمد عبد الله بن عثمان بن يغمر راسن المعروف بابن أبي الحفص، والشيخ الفقيه أبو داود أبو سليمان داود وغيرهم، وفتحوا المجال أمام المناظرة والجدار بين العلماء في مسائل الدين، وانتعشت بذلك الحركة العلمية والفكرية وبلغت أقصى مداها، بالإضافة إلى ذلك عنايتهم ببناء المدارس والمساجد ودور العلم والكتاتيب. نبوغهم، ننتقل الآن إلى نبوغ هذه الحالة التي البيئة التي ولد فيها وترعرع فيها مترجمنا. الآن نتحدث عن العوامل التي يعني أدت إلى بروز هذا الشيخ الكبير اللي هو يعني صاحبنا. نعم، ظهر نبوغ العلامة محمد بن أبي يوسف في العلوم في سن مبكرة جدا، فقد شرع في التأليف وهو لم يبلغ بعد 20 سنة، فقد ذكر تلميذه ومترجمه الملالي سالف الذكر في ترجمته أنه ألف شرحه الكبير على الحوفية المسمى المقرب
المستوفى وهو كبير الحجم كثير العلم ألفه في سن 19، ولما اطلع عليه شيخه العلامة الصالح الحسن أبركان تعجب منه ونصحه بأن لا يخرجه للناس حتى يبلغ 40 سنة خوفا عليه من أن تصيبه العين، وقال إنه لا نظير له، وهذا أكبر دليل على نبوغ الرجل وبروزه في المجال العلمي، كما أن مؤلفاتي في العقيدة والتوحيد قد بلغت الذروة وانفرد فيها عن غيره وبلغ بها مصاف الكبار، ولم يؤلف مثلها حتى قيل عنها إنها تكفي من اقتصر عليها عن سائر الكتب التي ألفت في العقائد. يعني هذا يعني شيء كبير جدا، قالوا بأن مؤلفاته لو اكتفى بها أحد كانت تكفيه على العقائد كتب العقائد الأخرى. أما عوامل النبوغ فأنا ذكرت عدة نقاط وعدة يعني أمور عوامل يعني استنتجتها هكذا، يعني لم أرجع فيها إلى كتاب ولا شيء، ولكن استنتجتها. لا شك أن النبوغ والعبقرية صفتان اتصف بهما الكثير من علماء الإسلام في المشرق والمغرب عبر العصور. نذكر منهم على سبيل المثال إلى الحصر الإمام الشافعي والإمام البخاري ومسلم والإمام الأشعري والإمام الغزالي والإمام ابن تيمية والإمام ابن العربي المفسر وابن عبد البر وابن حجر العسقلاني وابن خلدون وابن مرزوق وابن رشد وابن أبي زيد القيرواني والنووي والقاضي عياض والفخر الرازي والشاطبي وغيرهم وغيرهم كثير لا يحصيهم عد. وإذا نظرنا إلى ما امتاز به وتفرد به مترجمنا الإمام السيد العلامة محمد بن يوسف السنوسي فإنه لا يسعنا إلا أن نضمه إلى هذه الفئة ونعده منهم بل من أبرزهم لما امتاز به من سعة العلم وتنوع المعارف وغزارة التأليف حتى وعمقه، وهذا نادرا ما يقع أن يجتمع كثرة التأليف مع التحقيق، هذا قليل يعني قليلا ما يقع، وقلما تجتمع غزارة التأليف وكثرته مع عمق التناول والتحقيق عند إمام واحد، كما قال ابن حجر العسقلاني في ترجمته للإمام التفتزاني رحمه الله تعالى صاحب المقاصد، يقول بعد إضفاء صفات جليلة عليه واعترافه بتبحره في العلوم وبكثرة مصنفاته وكونه علامة من العلماء ومحققا في فنون شتى، مع أن الجامعية والتحقيق قلما تجتمعان في رجل واحد، الدرر الكامنة 1/119. فلعل مترجمنا الإمام محمد بن يوسف السنوسي من هذا الصنف، فهو قد جمع بين سعة العلم ونبوغه وتنوعه وغزارة التأليف والتحقيق في العلوم المختلفة. إن عوامل النبوغ لدى الإمام محمد بن يوسف السنوسي في رأيي كثيرة جدا، لعل أولها هو الاستعداد الفطري لدى الرجل، فقد حباه الله تعالى بذكاء حاد كما وهبه الله تعالى فهما في الدين والعلوم، يظهر ذلك من مؤلفاته التي تركها لنا والتي تنم عن عقلية جبارة وذكاء حاد وموسوعية نادرة. ثانيا أسرته، لقد نشأ الإمام محمد بن يوسف السنوسي أو العامل الثالث أسرته، لقد نشأ الإمام محمد بن يوسف السنوسي في أسرة علم، فأبوه كما قلنا كان عالما وقد أخذ عنه، وكذلك أخوه لأمه علي التالوتي فقد كان هو أيضا عالما وقد أخذ عنه رسالة لابن أبي زيد القيرواني، فأسرة بهذا المستوى وبهذا الحجم لا بد أن يكون لها عناية بابنها وبتنمية قدراته العقلية والعلمية وبتوجيهه التوجيه الصحيح نحو العلم. ثالثاً العامل الثالث نسبه الشريف، أنا أيضاً يعني ذكرت نسبه الشريف قلت ربما أيضاً يكون يعني عاملاً له. نحن نعلم بأن نسب مترجمنا محمد بن يوسف السنوسي من جهة أم أبيه ينتهي إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم جميعاً ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد سبطيه، ونحن نعلم ما حب الله تعالى بهذه العترة الطيبة من مزيد فضل وكمال، ونعلم
وسلم ما أجاب به سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من سأله هل خصكم الرسول بشيء؟ فقال والله ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله تعالى في كتاب الله. فلعل مترجمنا نزعه عرق إلى ذلك وخصه الله تعالى بفهم وذكاء في الدين امتاز به على أهل عصره. والأمر الآخر تدينه وورعه وتقواه، والله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والإمام كان غاية في الإيمان والتقوى والخوف من والبرع والخوف من المعاد وكثرة العبادة، وكان رجلا بكاء يحيي الليل في العبادة. ولعل هذا من إدمانه على التوحيد، يعني قراءة كتب التوحيد، حتى أثر عليه أنه ليس هناك علم يفضي بصاحبه إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والخوف من اليوم الآخر مثل التوحيد رحمه الله تعالى. المهم البيئة التي نشأ فيها، لا شك أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان لها تأثير في شخصيته إما بالإيجاب أو بالسلب. وإمامنا عاش في بيئة كانت تعج بالعلماء وتسخر بالأئمة والصالحين، ويكفي إلقاء نظرة عابرة على كتب التراجم لنرى أي زمن عاش فيه محمد بن يوسف السنوسي وأي نوع من العلماء أخذ عنهم ودرس عليهم. ولنتذكر منهم هنا على سبيل المثال والده وأخاه لأمي على التلوتي، والشيخ العلامة نصر الزواوي، والعلامة محمد توزد إلى آخره الذين ذكرناهم قبل قليل. فهؤلاء هم العلماء الذي أنا أخذ منهم، وكانت تعج بهم يعني تلمسان. فمن يأخذ عن أمثال هؤلاء الأئمة والأعلام لا بد أن يزداد علما وتألقا، وتزداد مواهبه نموا وتفتحا. والشيخ محمد بن يوسف عالمنا قد فاق الكثير من هؤلاء العلماء وسبقهم، حتى قال عنه المقري التلمساني في نفح الطيب عند ترجمته للقصادي الأندلسي: كفى القصادية فخرا أن السنوسي صاحب العقائد أخذ عنه جملة من الفرائض والحساب وأجازه جميع مروياته. أتوقف عند هذا الحد لأنه يعني الوقت انتهى، وإن شاء الله يعني في المناقشة. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.